السلام عليكم الاخوه الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، انتم ووليداتكم العائله الكبيره والصغيره والناس اجمعين. شكرا لكم كاملين على التفاعل ديالكم وعلى انضمام ديالكم للقناه ديالي. ودائما ما تنساوش تدعموني باللايك وبالاشتراك، وشكرا لكم بزاف بزاف. اليوم غنقدم معكم واحد اللحم طيب بحال داك الشكل تاع بحال الطنجيه، مخضر بالقوق والجلبانه والفول. ما غاديش نحتاجوا فيه التوابل بزاف وغادي يكون ساهل ماهل. اول حاجه غنحتاجوا هنا اللحم، كل واحد على حسب المقدار ديالو. غنحتاجوا لواحد البصله كبيره، غادي نديرها هكا هنايا مع اللحم، وغادي نديرو الزيت هو على حساب المقدار اللي كتبغيو، اللي كيبغي الزيت بزاف يديرو، اللي كيبغي الزيت شويه يديرو. وغادي نديرو واحد تقريبا واحد 4 كاس تاع الماء صافي، وغادي نشعلو عليه ونخلوه يتقلى. التوابل اللي غادي نحتاجو دابا هذاك اللحم راه حتى يتقلى، التوابل اللي غادي نحتاجو غادي نحتاج هنايا غنحتاجو الكركم، الملح، والفلفل الاسود اللي بزار، والقزبر المعدنوس، اربع فصوص ديال الثوم مقطعين غير على النصف. ملي غيتقلى اللحم مزيان غادي نزيدو ليه هاد الاضافات صافي. هنا بعد ما تحمر لينا اللحم مزيان هو البصل كي تشوفوا ها هو تقلى مزيان، والبصل ها هو كيبلى صافي، غادي نشدوه دابا غادي نضيفو الفلفل الاسود غنضيفو الكركم هذا الكركم درتو شويه زيت والملح حسب الذوق صافي. وغادي نضيفو القزبر المعدنوس والثومه، ومباشرة باش ما يتحرقوش لينا هذوك التوابل اللي تحرقوا غادي نضيف مباشرة، غادي نضيف الماء، والماء غادي نضيفه على حساب اللحم، إذا كان اللحم غياخد وقت الطياب ما كنكثروش الماء صافي. وغادي نسد عليه، خصوصا انا دايره دابا في طنجرة الطبخ، غادي نسد على اللحم تيطيب ونطلقه صافي. هنايا بعد ما طاب لينا اللحم ها هو يا عندنا هنايا طاب، المريقه ما غنكثروهاش نديروها قليله شويه ما تكونش بزاف المرقه باش كتجينا ديك المريقه خاطره وعاقده. هنا عندنا الجلبانه، عندنا القوق والفول، هادو كلهم نطيبو دغيا ما كيتعطوش الطياب. غادي ندير اول حاجه غادي نديرها غادي ندير الفول، وغادي ندير الجلبانه صافي، وغادي ندير عليه القوق من الفول صافي. هنا ما غاديش نسد طنجره الضو، غادي غير نقص عليه ونخليه يطيب، نقص عليه العافيه مزيان على المهل يطيب صافي، وغادي نخليه بحال كيطيب في خاطرو صافي. وهذا هو الغداء ديالنا، وغادي نتلاقاو ان شاء الله منين نوجدو. ها هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، راه تيجي رائع وما فيهش التوابل بزاف، يعني كل خضره تطبقها واخده المذاق ديالها. نتمنى تجربوه. القوق راه موجود في المحلات التجاريه الكبرى، الجلبانه كاينه، اللي ما عندوش كاينين في الدار راه كاينين في المحلات التجاريه. والله العظيم اللي كيجي طبق ما نقولش ليكم، يعني ما مضرش ليه المذاق بالتوابل. نتمنى تجربوه ان شاء الله، وشكرا للدعم ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في المره القادمه.